أصدقائي الكرام، أهلا بكم. حتى غير المهتمين بتربية القطط يرددون كثيرا شهر شباط شهر القطط بامتياز، ظنا منهم أنه شهر تزاوجها، وكثيرا ما يرون القطط في هذا الشهر وهي تجري على بعضها البعض وترتفع أصواتها في الشوارع وفي البيوت المهجورة وفي كل الأماكن التي تعيش فيها. اليوم إن شاء الله في هذا المقطع سنسلط الضوء على علاقة القطط بشهر شباط، وسنكتشف معا هل هو شهر تزاوج القطط أم أن القطط تتزاوج في شهر آخر. فابقوا معنا. القطط من الحيوانات التي استأنست العيش مع الإنسان منذ زمن بعيد، حيث يعرف المصريون القدماء على أنهم أول من ربوا القطط داخل المنازل، لكنها في الماضي كانت تعيش في البرية حرة طليقة. هذه الحياة جعلتها تحتك بالطبيعة بشكل مباشر، وكما هو معروف فشهر شباط الذي يعرف أيضا باسم فبراير يأتي في الوسط بين فصل الشتاء وفصل الربيع. والقطط قديما كانت تتجنب وضع صغارها في الشتاء لأن درجة الحرارة فيه منخفضة جدا ونسبة هلاك الصغار تكون مرتفعة، وبالتالي فإن شهر شباط أو فبراير هو أنسب شهر للتزاوج. إن مدة حمل القطة تتراوح بين 62 يوما و 65 يوما، ولهذا هي تضمن أن صغارها سيولدون في طقس صحو، لأن وقت الإنجاب سيوافق دخول فصل الربيع الذي يتميز بطقسه الصحو وبوفرة الموارد الغذائية التي تضمن كل ما يحتاجه الجيل الجديد. وإلى هنا نحن لم نجب بعد عن سؤال هل القطط تتزوج في شهر فبراير دون غيره من الشهور؟ في الحقيقة إن القطط التي تعيش معنا اليوم سواء داخل بيوتنا أو في شوارع مدينتنا فهي عادة ما تتزاوج على الأقل مرتين أو ثلاث مرات في السنة. إن الفرق بين القطط القديمة التي كانت تعيش في الطبيعة والقطط التي تعيش معنا اليوم يمكننا اختصاره على الشكل التالي: القطط المنزلية نحن نوفر لها الأكل والدفء والأمن على طول السنة، وبالتالي هي تتزاوج أكثر من مرة في نفس الموسم، بينما القطط في البرية كانت تفتقد للدفء والأمن وكذا قلة الموارد في فصل الشتاء، وبالتالي هي تتجنب وضع صغارها في هذا المناخ القاس وتختار دائما شهر شباط للتزاوج فيه. وهذا الأمر لا زال حاضرا ليومنا هذا ومع القطط التي تعيش برفقتنا، ففي شهر فبراير قد تلاحظون القطط تجري وراء بعضها وتصرخ في الليل وتتزاوج فيما بينها، لكن هذا لا يقتصر فقط على هذه الفترة من السنة، ويمكن أن يتكرر الأمر في فترات أخرى مثل فترة بداية الصيف التي يرتفع فيها معدل الخصوبة لدى القطط أيضا. وبالتالي فشهر شباط ليس هو الشهر الوحيد لتزاوج القطط. أخيرا أصدقائي، إذا وجدتم المقطع مفيدا وأردتم أن نستمر في تنزيل المزيد من المقاطع ادعمونا عبر الضغط على زر لايك وشاركوه مع أصدقائكم، واشتركوا معنا في القناة إذا كانت هذه أول مرة تشاهدون فيها قناة عشاق القطط حول العالم. شكرا وإلى اللقاء.